تحية لكم مشاهدينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم رياضيون بلدي. يسرنا أن يكون ضيوف هذه الحلقة ثلاثة أبطال من ثلاث فئات عمرية مختلفة في الملاكمة، وهم البطل علي عربية وهو ثاني الجمهورية في الملاكمة لفئة الرجال، والبطل ذوالفقار منصور وهو بطل الجمهورية في الملاكمة للشباب، والبطل شهاب حمدان وهو بطل الجمهورية لفئة الناشئين. أهلا وسهلا فيك كابتن علي. أهلا وسهلا فيك كابتن ذوالفقار. أهلا وسهلا شهاب. أهلا وسهلا كابتن علي. نبلش من عندك، نبلش من الأكبر سنا ونزولا. تفضل. نحب نعرف منك هيك البدايات في الملاكمة، كيف كانت البدايات وكيف حبيت بالأساس لعبة الملاكمة؟ الله، أول شيء أنا دخلت بالملاكمة بسن صغير، كان بالعمر 13 سنة. نعم. حبيت الملاكمة ودخلت فيها وشاركت فيها بعد سنة أو سنتين بطولة. التشجيع كيف صار التشجيع؟ تأثرت ببطل؟ التشجيع تأثرت بمدربي وأولاده، هن اللي أثروا فيني كتير ويعني شجعوني لأدخل بالمجال هذا. نعم نعم. بعدها أنه لعبت أنا بطولة جمهورية، كنت بعمر الناشئين بفئة الناشئين، جبت فيها أول. التدريب قديش استمر قبل أول بطولة كابتن علي؟ كيف؟ يعني دربت أنت قديش لحتى شاركت بأول بطولة؟ دربت أول ما دخلت بالنادي لحتى جبت البطولة الجمهورية دربت سنتين. سنتين. نعم. سنتين. نعم. فترة تعتبر قصيرة، هذا بدل على أنه فعلا قصيرة. أنت تأخذ دروس تدريبية فخمة كثيفة وقوية. نوجه تحية لمدربك المدرب الأستاذ أبو سومر حسين غصون. نعم. حسين غصون، نوجه تحية للكابتن حسين. وبعدها أنا أخذت الأول بالجمهورية الناشئين. نعم. لعبت بأول مشاركة، هي أول مشاركة اللي جبت أنا الذهب. نعم. بعدها لعبت وين كانت البطولة؟ كانت كان باللاذقية. باللاذقية. مين كان مشارك فيها؟ مين المحافظات اللي كانت مشاركة فيها؟ كانوا كل الفرق، نادي الشرطة، نادي اللاذقية، نادي حمص، حلب، طرطوس، كلها. نعم. كل المحافظات السورية. نعم. كم مباراة لعبت بهاي البطولة اللي صارت باللاذقية؟ لعبت ثلاثة. ثلاث مباريات. ثلاث مباريات. تذكر مع مين الفرق اللي لعبت معها؟ كانت مباراة مع لاعب اللاذقية ولاعب طرطوس ولاعب الشام. على اعتبار انت عم تلعب باسم نادي الجيش. انا لاعب نادي الجيش. نعم. منتخب. نعم. الجيش. نعم. اصعب وحده كانت الاخيره. كلهم مثل بعضهم. بس يعني الاخيره بدها تكون انه لانه هو تاهل وطلع كمان مثلي، بدها تكون هي الاصعب. نعم نعم. صح. بعدين بطوله الجمهوريه للناشئين. لا، لعبت تجارب لبطوله عالم. لا، هاي البطولة يعني حرزت انت بموجب هاي البطولة بطولة جمهورية ناشئين. هذه ايه اخذت. نعم. جمهورية ناشئين اول. نعم. بعدين بعد من بعدنا صار في تجارب ببطولة عالم كمان لعبتها، فزت فيها، حققت نتيجة. بس انه الاسماء ما اسماء اللي كانت طالعة هي لبرا. ايه بس انه اخذوا الافضل. نعم نعم. انتقوا الافضل. حلو. يعني انا كنت انا انتصرت وجبت نتيجه. أنا حلو هالحديث، وهذا بدل على فعلا وجود روح رياضيه انه ايه. شاركنا بالتجارب، هلا بنرجع على التجارب بعد شوي. صح. ولكن تم انتقاء الافضال. كابتن ذوالفقار، كمان شو كان العمر بدايه الملاكمه؟ انا بلشت من سنتين، كنت مخلص تاسع وبلشت بالرياضه الملاكمه. اشتركت اول شيء ببطوله اولمبياد للناشئين. يعني بعد ما اجتزت المرحله الاباديه ست شهور. نعم. لعبت اولمبياد للناشئين. لعبت وجبت فيها فضة مركز ثاني، معني كنت متدرب ست شهور. نعم ممتاز. بعدين لعبت تجارب للمنتخب، انتقاء المنتخب كمان فزت فيها، وبس كمان ما انتقوا، انتقوا الأفضل، انتقوا أفضل خمس لاعبين سفرون لكازاخستان. بعدين لعبت بطولة جمهورية شباب، انتقلت لفئة الشباب. نعم. جبت فيها مركز أول وبجدارة. يعني بطولة الناشئين كمان نفس يعني كم الفرق اللي كانت موجودة؟ كانت مشتركة كل المحافظات مع هيئتين الطلبي والجيش. وما شاء الله أنت أحرزت. الحمد لله. نعم. بننتقل لعندك شهاب، كمان شو كان العمر؟ بلشت من لما كان عمري 14 سنة. بعد ما ضليت 6 شهور شاركت بأولمبياد الناشئين. أحرزت المركز الثاني بفضل المدرب حسين غصون. أول مشاركة.
بعد منها بعد بسنه شاركت بطولة جمهورية احرزت الاول كمان. ممتاز. نعم. هلا بنشوف من كلامكم انتم اثنين وحتى من كلام علي كمان انه يعني ما حدا بلش بسن كثير مبكر، ومع ذلك في يعني هلا بعد ست شهور احرزت البطولة وكمان نفس الشيء شهاب وكذلك علي. بصراحه هذا بدل على انه في تدريب، عم تلقوا تدريب انتم صح، وعم تاخذوا جرعات تدريبيه بزمن صح. يعتبر قصير نسبيا، يعني في ناس عم تقضي زمن سنتين او ثلاثة او اربعة حتى تحرز اول بطولة. ما شاء الله عم نشوف بعد فترة قصيرة من التدريب في بطولات يعني. وما انه غريب هذا الحكي على الكابتن حسين غصون، نحن نوجه له تحية، ما شاء الله عم يخرج ابطال. بنرجع لعندك علي، تجارب انتقاء بطولة العالم، كيف صارت هاي التجارب انتقاء وقديش كم عدد المشاركين فيها؟ التجارب هذا اللي بدي يلعب التجارب بدي يكون فايز بالجمهورية قبل. نعم. بدي يكون جايب اول بعدين بيطلع. بيشوفوا اذا اساته انه على لياقته وعلى قوته وعلى كل شيء فيه بيطلعوا بينطقوا. نعم. بيطلع برا. انا لعبت يعني انت كان بالبطوله اللي انت اخذتها شاركتوا كم واحد حتى انتقاء الاسماء؟ هي الانتقاء الاسماء كان ما كانت هي انه كثيره، كان بس الاول من كل نادي. نعم. حسب الاوزان وحسب الفرق العمريه انتقوا لاعب الاول. يعني الاول من كل نادي يعني اخذ المركز الاول، بعدين هذول اللي اخذين المركز الاول بيصير بيطلعوا بالتصفيات تجارب. نعم نعم. ايه بيطلع واحد منهم انتقوا الافضل وطلع الشاب. مين اللي طلع؟ هلا اللي طلع اثنين، احمد غصون ولاعب اسمه طوني عطا الله، هذول اللي ماني نعوزني. انا اللي لعبت معه وانا خسرته. ايه بس انتقوا الافضل من الكل، من تجارب الكل. نعم بكل الاوزان. ايه مو بس. نعم. انه الافضل لعوزني. مو انتقوا الافضل لعوزني، لا انتقوا الافضل من التجارب كلياتها بمحصلة كل الاوزان. ايه اخذوا هذول الاثنين. نعم. وشاركوا هناك بال ايه شاركوا كان بطولة بلغاريا هناك. اول البطل احمد غصون، ما شاء الله احمد غصون كمان غني عن التعريف، يعني احرز اول، وبالتالي فينا نعتبر بصراحه الانتقاء كان صحيح. ايه يعني اكيد صح 100%. نعم. ذو الفقار كمان انت بتوقع اخذت لقب افضل لاعب شباب بسوريا؟ اي والله. كيف اخذت اللقب؟ لعبت اول لعبه مع منتخب حمص، مع لاعب حمص، ربحت من الجوله الاولى. نعم. وثاني يوم لعبت مع طرطوس كمان اغهل مني 3 عدات باللعبه. وتاخر يوم من اول 40 ثانيه طلعت برا بالضربه القاضيه لخصمي. نعم ما شاء الله عليك. ايوه اي والله. بعدين صنفوك احسن لاعب شباب بسوريا؟ افضل لاعب. طيب شاركت بعد منها بعد هلا عم جهز ان شاء الله على بطوله ثانيه. يعني بعد انتقائك بصراحه، بعد انتقائك كافضل لاعب شباب بسوريا، يعني هذا اللقب ساهم انك تشارك بعد منه؟ رح شارك ان شاء الله وارفع علم سوريا برا ان شاء الله. ان شاء الله كمان لك تصنيف احسن لاعب ناشئين افضل لاعب ناشئين. كيف اخذت هذا اللقب؟ لعبت اول لعبه انه كنت انه افضل، انه في فارق كبير بينه وبين اللاعب الثاني. ثاني لعبه ضربه قاضي وثالث لعبه ضربه قاضي. ما شاء الله. ضربة قاضي الثانية والثالثة. يعني قد ايش كانت تستغرق الجولة؟ انه الجولة الثانية او الجولة الأولى، انه ما يضل الجولة الثالثة. طيب كيف يوقع بالقاضي هذا اللي بيتعلق الموضوع بمستوى الخصم اللي عم تلعب أنت معه؟ لا كله. ولا أنت تكتيك؟ انه الحركات اللي يعطينا اياها يعني أولاد الأستاذ هي اللي خلوني انه نفزن باللعبة وفوق، وانه نزل قاضي فين. انه هاي الحركات هن اللي خلوني، والأستاذ بفضل الأستاذ وتدريبه هي اللي خلاني يكون افضل من غيري. نعم نعم. وبعد هاي انه الافضل لاعب عنده تجارب بساخه بروسيا. نعم. اولمبياد ساخه بروسيا. طبعا هذا المشاركه باولمبياد ساخه بروسيا هي بناء على انه اختاروك احسن لاعب رح تشارك باولمبياد ساخه. وايمتى ان شاء الله؟ الشهر السابع. بالسابع. ايوه. طيب هلا عم يحكي هو بفكره حلوه انه بفضل بعض يعني التكتيك اللي اخذه من المدرب وحتى من اولاد المدرب، ما شاء الله كلهم ابطال العالم واسيا. انت شو رايك يعني لاعب ملاكمه شو بيحتاج بالاضافه للقوه؟ بيحتاج اللياقه اول شيء، ثاني شيء التكتيك. نعم. اللياقه بدون تكتيك ما نفع شيء يعني. ما في شيء، حتى عندك قوه بس ما عندك لياقه بتخسر. عندك لياقه عندك قوه ما عندك لياقه كمان بتخسر. لازم يجتمعوا الكل مع بعضه. نعم. وهي التكتيك هذا يعني والذكاء، التكتيك هذا بده يكون لذكاء اللاعب، لاعرف نقطه خصم الخصم، لاعرف وين بده يصيب، ولاعرف انا وين بدي اثر فيه اكثر. نعم. شيء يعني بهي الموضوع هذا قديش المدرب بيلعب دور؟ المدرب بيلعب دور كبير كثير بهالشيء، لانه بيجمع الشغلات كلها اللي بدها تحقق النصر او الهدف اللي نحن رايحين منشانه.
نعم. طيب هلا الشباب انتم عم تدربوا عند الكابتن حسين، وما شاء الله اولاده مثل ما بنعرف ابطال غنيين عن التعريف، سواء سومر او محمد او علاء او احمد او حتى علي. يعني انتم الشباب الثانيين غير الكابتن حسين بيشاركوا بموضوع التدريب مثلا، تروحوا بيشاركوا معكم يعني بيشاركوا للكابتن حسين اولاده؟ ايه اولاده بينزلوا معنا احيانا بوكس مشان ناخذ خبره منه، بيلعبوا معنا بوكس ومصيرنا ناخذ خبره منه يعني. نعم. وبيصيروا يعلمونا على الصح ويدربونا ويشجعونا على اللعبة ويشجعونا على الانتصارات. بنشوف انهم عم يرفعوا علم سوريا برا، انهم متشجع منهم وراح نصير ان شاء الله مثلك ان شاء الله. كمان نفس الشيء انت الشباب البعض الصغار قريبين من عمرك يعني علي او ايه، وقتها بلعب مع بنزلنا الاستاذ جولي مع احمد او مع علي بشجعوني وبيعطوني خبره مني انه بيعلموني على الصح والضرب الصحيحه وين لازم اضربها وايمت لازم اضربها. نعم. هاي الشيء اللي بيخليني فوز بهال. هلا علي انت موضوع التدريب عندك متابع بشكل دائم يعني ما تنقطع نهائيا، ولا احيانا في فترات بيصير فيها انقطاع؟ في فترات احيانا لما بعد بخلص بطوله وبرتاح 10 ايام، احيانا بتمد معي انه 20 يوم 25 يوم هيك بتشط 10 ايام شوي عندك يعني راحه. نعم. نعم. بعدين برجع التمرين يعني. ولا مره قطعت شهر او قطعت بفتره الامتحان لما كنت انا بكالوريا؟ ايه قطعت وقتها انا فتره الامتحان وقبله بشهر بشهرين يعني شي 3 شهور شي 3 شهور. ايه مش لا مش انه خلصت الامتحان فورا طلعت عنه. هذا الانقطاع كامل ما في اي تدريب نهائيا خلال هالفتره الزمنيه ولا في بعض الحركات الخفيفه؟ لما كنت هيك انه ضج شوي من الدراسه اطلع هيك انه اركض اتحرك شوي يعني، كان في تمرين رياضي ولكن خفيف ما له خفيف. نعم. طيب رجعت بعد 3 شهور يعني صارت معك هاي القصه، كيف شعرت؟ فعلا في صعوبه بالعوده؟ في صعوبه بتكون اول 10 ايام ايه تحت ياخذ جسمك نفسك كل شيء، بعدين لا ترجع مثل ما كنت لانه الخبره موجوده والقوه موجوده بس باقي اللياقه. انقطعت عن تدريب زلفقار فتره؟ اي والله قطعت. قديش انقطعت؟ وقت بعد ما خلصت الاولمبياد انقطعت شيء شهر شهرين كنت عم برتاح، بعدين رجعت كفيت. شو سبب الانقطاع؟ ليش كان في دراسه ولا كيف الموضوع؟ والله كان هيك شويه راحه وكان صيفي الدنيا كنا نروح مشاوير وهيك ما بنطلع التمرين. بيسمح لك ابو سمر لهالحد تنقطع وما في سبب؟ لا كان يحكي معي كل فترة تاع التمرين وفي بطولة بقول له أنا خلص أطلع أطلعت بعدين صرنا ندرب. هلا ممكن يعني اللي عنده عمر ملاكم شوي أكبر منكم أنتم كلكم بالعمر ممكن يلاقي صعوبة بالعودة أكثر من الأعمار الصغيرة. إي والله أنا كنا ندرب كل يوم تقريبا بس أيام العطل صبح ومساء. نعم. نكون معطلين عن المدرسة ندرب صبح ومساء مشان نزيد لياقتنا وتزيد خبرتنا أكثر. وكنا ندرب مع الاستاذ ابو سومر مصنع الابطال. نعم. نادي صغير غرفه صغيره حلو وخرجت منه كثير ابطال صحيح. اسيا وابطال جمهوريه وابطال عالم مثل محمد غصون وسومر غصون. ممتاز الفكره هي اسات فكره كثير حلوه زلفقار انه فعلا الصالي انا على الصعيد الشخصي شفتها يعني هي صالي صغيره وهو انوعد اكثر من مره بانه يصير ونحن نتمنى من الاتحاد يجيب لنا ادوات اكثر وعدي هيك مشان نشوف ندرب اكثر انه معنا عدي يعني عدي خليل يعني وعم نجيب هالمراكز. نعم. لو عنا عدي مثل النوادي الثانيه كنا هلا وين. نعم. وكمان زلفقار انت قطعت فتره مثل الشباب ورجعت ولا كيف؟ فتره صغيره قطعت ما طولت يعني. لا ما طولت مشان نضل بجو اللعب. حلو. الواحد بيطلع برا جو اللعب بينسى كل شيء انه وحتى لو الدراسه ما انه العقل السليم في الجسم السليم. وقت الواحد بيلعب رياضه بيكون عنده قدره انه يروح انه يدرس. هي الدراسه انه وقت الواحد انه الرياضه ما بتاثر على الدراسه. وقت الواحد بيلعب رياضه فكره كمان فكره كثير سليمه يعني انت بدك يكون عندك نوع من تنظيم الوقت بين دراستك وبين رياضه حتى بالعكس تماما انه الطالب اللي عنده دراسه وبيعرف ينظم وقته رياضيا ممكن يكون حتى بالانتاج العلمي احسن من احسن اكيد لانه وقت الواحد بيلعب الرياضه العقل بينشط. الرياضه بتنشط العقل هيك. نعم. انا هيك دائما وقت بيكون عندي امتحان بروح على النادي بلعب ساعه ساعتين وبرجع على الدراسه بترجع انشط يعني. ايه برجع انشط اكيد. وهذا موضوع بده تنسيق بينك انت وبين مدربك وبين اهلك يعني أهلك أكيد. بده مجموعه عوامل مشان تكتمل والحمد لله انت عم كل عم تلم فيها وتشوفها. نعم. هلا عندنا نحن استطلاع صغير عن بطولة الجمهورية اللي صارت وشاركتوا انتوا كلكم فيها، بنشوف هذا الاستطلاع ونتابع حديثنا مشاهدينا مع هذا الاستطلاع عن بطولة الجمهورية في الملاكمة.
لعبت ب 2007 طلعنا على مصر دورة عربية جبت مركز ثاني والحمد لله، و 2008 طلعنا على كازاخستان بطولة آسيا بس ما جبنا ولا ميدالية والحمد لله. وهون بهالبطولة مع مين لعبت حتى الآن؟ لعبت بالمباراة الأولى لعبت مع واحد من اللاصقين ونزل بالضربة القاضية، المباراة الثانية لعبت مع نادي الجيش وفزت بفارق النقاط، والنهائية لعبت مع ياسر نيربي من حلب وفزت بفارق النقاط. شو ان شاء الله هيك لقدام، شو الطموح؟ طموحي العالمية بإذن الله. المباراة لعبي واللعب دولي واكيد اكيد قوي انا، والحمد لله لعبت معه جولة حلوة وخاصة. هلا ما انتهت الدنيا، ان شاء الله هيك بالمباراة القادمة. شو القادم ان شاء الله؟ اكيد ان شاء الله عم جاهز هلا بطولات اعلى، كل ما تدرب الواحد اكثر كل ما صار اقوى. لعبت الحمد لله بطولة عالم وبطولة حلب وبطولة جمهورية، بطولة حلب وهلا بطولة جمهورية ان شاء الله. هاي البطولة مع مين لعبت؟ لعبت مع حمص ونادي الجيش والحمد لله اللي هي اخر شيء. ان شاء الله هيك بالطموح لقدام المباريات القادمة شو؟ ان شاء الله انا حلمي من صغاري اكون بطل العالم وباذن الله الاصيل. نحن جبنا بالنسبه لمنتخب دوري الطوس على بطوله جمهوريه للرجال في الدرجات 9 لاعبين، حققنا 6 ميداليات برونزيات الحمد لله رب العالمين. كان في منافسه قويه، كان في عندنا لاعبين 2 ابطال منتخب لاعبين، واحد منهم انظلم وبناء على طلب الاتحاد قدمت اعتراض مشان يعدلوا النتيجه ولكن ما تعدلت النتيجه. تم مظلوم. الحمد لله بلشت البطوله بالادوار، بلشت فورا بالتصفيات بالمربع الذهبي. اللعبه الاولى حمد تجاوز 10 ثواني بالضرب القاضي، اللعبه الثانيه انسحب الخصم بدون ما يطلع الحلقه، واللعبه الثالثه بتبشتوا هلا. كانت لعبه حلوه بس انا عم بلعب انه هيك محافظ انه عندي اصابه لانه عندنا بطوله اسيا بش 23 شهر ان شاء الله نصم. على صعيد البطوله نحن كان عندنا 6 محافظات مشاركه بالاضافه لهيئه نادي الجيش ونادي باسل الاسد الجامعي. البطولة بالمستوى الفني تعتبر من المستوى الجيد، ونحن كأعضاء باللجنة التنفيذية قدمنا كل الإمكانيات الممكنة بالتعاون مع اللجنة الفنية بالنادي لحتى تنجح هاي البطولة اللي هي ظلت على مدى 3 أيام. بالإضافة لهي البطولة كان نحن دورة إعداد مدربين وحكام استمرت على هامش البطولة، ابتدت قبل البطولة بيومين واستمرت خلال كل البطولة، واليوم عملوا الشباب الحكام امتحان النظري وهلا عم يواكبوا البطوله لحتى يعملوا الامتحان العملي. لان احنا قبل كل بطوله احنا عندنا اكثر من لاعب بكل وزن، نعمل تجارب اللاعب اللي بيكون افضل ومميز نخليه يشارك بالوزن تبعه باي بطوله كانت. عندنا قواعد نحن بالشباب بالناشئين وبالاشبال، قواعدنا بالناشئين وبالاشبال وبالشباب هي بمركزنا لنادي الجيش بعين الشرقي المدرب حسين غصور. الرجال عندنا تمرين متواصل بدون انقطاع، احيانا بيصير تمرين صباحي ومسائي كمان. اللاعبين كلهم جديرين انه يكونوا ممثلين لنادي الجيش وعندهم القاب ان كانت على المستوى المحلي والعالمي. مدربين اكفاء بيعطوا المتدرب كل الجرعات التدريبيه اللي بتخليه يوصل لهالمستوى. وتحديد الكيك تنس ان شاء الله حتشوفونا على منصات بطوله اسيا المؤهله للاولمبياد. اختلاف فيها كيك بوكسر اجرين زياده والملاكمه بس ايدين. اعتماد الملاكمه بس على الايدين، كيك بوكسر مجموعه كامله. انت هاللعبه هي فزت فيها؟ لا والله جبت ثاني. كيف شايف مستوى البطولة وانت ما شاء الله عندك خبرة بالمسابقات السابقة؟ صرنا سنة واقفين، انا من جهتي سنة واقف طبعا يعني شهر جاي على طول بس ما اكثر يعني ما صرنا زمان عم نشتغل. هلا كابتن علي انا سمعت عبارة لفتت نظري انه واحد منهم الشباب ما نو فايز خسران بس عم يحكي انه دخلنا على الجولة الاولى بداية الجولة الثانية خسرنا ومش الحال وانا خسرت مع بطل، يعني زلمة واقعي ومنطقي انه ما في مشكلة وحتى لو خسر. اذا انت هيك يعني بطولة وخسرت اول مباراة وهيك كيف ترجع توازن حالك كابتن؟ اول شيء انه الخسارة دائما ما نهاية مشواري، دائما انه الواحد بيوقع انه بيضل بوقف وبيمشي بيتابع شو ما صار معه بيتابع. نعم يعني صار معك وخسرت هيك مباراة وكملت وكان فيها نتيجة منيحة؟ ولا مرة، بس آخر بطولة لعبتها لما جبت تاني على سوريا رجال. نعم ايه وقتها أنا آخر مباراة هي خسرتها.
بس هاي عطتني قوة انه عطتني قوة لحقق انتصار اسا اكبر منها. نعم. انت ما حكيت عن المشاركة الاخيرة بعد ما اخذت بطولة جمهورية ناشئين. ايه. بعدين تجارب العالم. شاركت بالتجارب الرجال. ايه بعدين لا تجارب بطولة العالم. بعدين تجارب بطولة العالم حكينا عنها. بعدين دخلت ببطولة الجمهورية لفئة الرجال. مرحلة الشباب ما مريت علي انت فيها؟ هي مرحلة الشباب كنت انا لما صارت بطولة الشباب انا كنت بكالوريا لكن قطعت 3 شهور بثلاث شهور هي صارت البطولة. دخلنا رجال. دخلت رجال فورا انا ناشئين لرجال. ممتاز. نعم. دخلت رجال لعبت 3 مباريات. مباراة مع لاعب لاتقي سحبوا المدرب نزل انه قاضي من اول جولة. نعم. مباراة تانية مع لاعب حمص والمباراة الثالثة مع لاعب الشام لاعب منتخب دمشق. نعم. هاي المباراة اللي خسرت فيها أنا. كيف كان مستواه هو بالمقارنة معك يعني كيف كانت اللعبة؟ كانت اللعبة كانت أول جولة إلي والثانية إلي ثالثة متقاربة بس الفوز كان فيه هيك إنه يعني ما لك مقتنع صراحة بالخسارة اللي أنت خسرتها؟ لا ما حدا مقتنع كمان بكل كان الجمهور كله يعني كان في ظلم تحكيمي واضح بالموضوع بآخر مباراة إلي لأنه رفقاتي والنادي كله ناظرين اللي أرفع إيدي أنا لحتى يرفع الحكم إيدي أنا رفع إيد الخصم الحكم الكابتن ميستر سعد بفكرة أنه هو قال أنه لاعب ظلام ومع ذلك هو تقدم باعتراض إلى لجنة التحكيم ولكن لم ينظر بهذا الموضوع هو بالأساس كيف يصير الموضوع يعني إذا لاعب انظلم مدربه أو اللجنة تبعه بتقدم اعتراض ما في ما نقدم اعتراض ما حدا بيرد لو قدمت اعتراض لو عملت شيء راحت الشغلة ما حدا انه بيرد عليك يعني لو بدي يرد عليك ما كانوا ظلموني. نعم نعم. ذو الفقار شو كيف كانت كمان في مبارياتك كيف بتصنف شفنا لاعب ما شاء الله عم يلعب بايد وحده يعني الثانيه ما عم يستخدمها هلا والله مباراة كانت يعني اول ما اشتركت كان حسيت فيها قوي مبارياتي حسيتها قوي لأن أول مرة بطلع الحلقة يعني نعم. بعدين مرحلة الشباب حسيت يعني شغلي عادي صار البوكس عندنا شغلي عادي كنا نلعب بالنادي يعني عم نلعب نحن مع أبطال عم نلعب مع سومر ومحمد يعني وقفت لطلع على الحلقة ما طلعت لا خايف ولا شيء وكنت واثق من نفسي أني راح أربح نعم. وحط ببالي النصر وربحت الحمد لله الحمد لله. وهذا اللاعب اللي كمان يلعب بإيد وحدي كيف راقبت لي إياه كيف مثبت إيدي يعني عم يحرك بس الثانية لا والله أنا ما كنت حاضر لبطولة الرجال بس نعم. بعرف إنه مدربة حسين غصون أخذ مرة البطولة بإيد وحدي كمان نجول تحية كابتن حسين أخذ بطولة بإيد وحدي أي والله أول مرة حكى لي إياها لما التقي لها مرتين ثلاثة أخذ بطولة بإيد وحدي وهو مصنع الأبطال يعني نعم نعم شفتوا كمان أنت راقبت اللعبة شهاب نعم بس إنه الواحد كله بتوقف على الإرادة حسب إرادته للواحد إن شاء الله تكون بلا إنه مضروب إيد والإيد لحالة فيجي البطولة فيها ليش عنده إرادة عنده تصميم على الفوز بس يكون نوجد التصميم والتمرين بجيب الواحد أي بطولة بده إياها أهم شيء التصميم أهم شيء التصميم وهذا بدل فعلا على أنه أنتوا تقريبا نفس الفكرة الثلاثة بدل أنه أنتوا في إعداد نفسي مضبوط للمشاركة بالبطولات بتشوف لاعب ممكن يخسر مباراة خلاص انتهى اللاعب ما عاد معنوياته راحت بالمرة ولكن أنتوا عم تقول أنه الإرادة حتى بإيد وحدة بنجيب يعني الخسارة أنه الخسارة بتعلم أكثر من الفوز وقتها بيخسر الواحد بيتعلم من خسارته أما وقتها بيفوز انه بينسى كل شيء انه المهم فاز بس اما لما بيخسر الواحد بيتعلم انا اول مره خسرت تعلمت من خسارتي انه تعلمت شغلات كثيره من هاللعبه اللي خسرتها اول لعبه لهيك اللعبه الثانيه فزت انا البطوله الثانيه شاركت اول بطوله جبت ثاني خسرت اخر لعبه خسرت انه غلط مني الخساره كانت غلط مني انا غلطت باللعب بس لما غلطت شو كان غلطك شهاب انه كنت مغرور زياده بنفسي او كثير ضيعت تحت وما انه ما كنت حاسب لحساب لهاللعبه داخل على اللعبه راح تفوز راح تفوز ايه انه هيك عودي اكل ضربه اثرت علي لهيك ما فزت خسرت اول لعبه اول بطوله جبت ثاني ثاني بطوله بسبب انه تعلمت من البطوله الاولى جبت البطوله الثانيه جبت اول على الجمهوري وشفنا فعلا اللقاء اللي كان تقريبا اقوى اللقاءات هلا عم نشوف بعض اللقطات منه
كان لقاء بين الكابتن علاء مجهور تحية والكابتن محسن فاضل، كان لقاء يعني أعنف اللقاءات اللي كانت موجودة، ونهائي كان هو، اثنين ما شاء الله أبطال، ومع ذلك آخر شيء علاء طبعا تمكن من التفوق وأثبت هالتفوق بالمشاركة الأخيرة اللي صارت. بتوقع تابعتوها المشاركة الأخيرة اللي صارت بدورة أتراو الدولية؟ ايه تابعناها نحن، تابعناها وخاصة الشباب مشاركين يعني. هو علاء بطل، نعم، انه تعب كتير على نفسه، لهيك انه جباري الله ما بيضيع تعب حدا. صحيح، وقت بيتعب الواحد على نفسه اكيد رح اي بطولة بيلعبها وعنده تصميم وتعبان على نفسه وعنده تصميم وعنده إرادة وعنده متمرن اكيد رح يفوز. نعم. بس نعم. تمرن الواحد هلا نادي الجيش، انتم ثلاثة يعني كشوفكم عند نادي الجيش، شو خلاف نادي الجيش عن غيره من الأندية؟ هلا انتم باللادية وفيكم تروحوا على الأندية اللادية متعددة، شو نادي الجيش هيك عم يحفز أكثر مشان تكونوا عند نادي الجيش؟ طبعا احنا كلنا مع الجيش، وتحية للجيش العربي السوري. صح، نادي الجيش هو دائما بيدعمنا. نعم. بكل شيء، انه وين ما كنا وين ما رحنا، انه ببطولاتنا ان كان بمكان الإقامة ان كان بالغذائنا. نعم. ان كان بالمعداتنا بلبسنا. لهيك دعمنا بشكل قوي جدا. نعم. هلا موضوع الغذاء عليك، كيف بصير تنظيم موضوع الغذاء؟ هو تنظيم الغذاء قبل البطولة فقط ولا على مدار بشكل طبيعي الحياة العادية؟ لا، بشكل طبيعي الغذاء، لانه الغذاء ضروري للتمرين. انه مو ضروري انه انا بدي العب بطولة لا بدي اتغذى. انا كمان ما اتمرن بدي غذاء. نفس الشيء يعني. لا، الغذاء انواع محددة من الغذاء يعني قدر الامكان. الغذاء معروف انه اللي فيه فائدة اكثر، الحليب، البيض، اللحمة، بروتين بشكل عام، هيك انه بروتينات، كالسيوم، قوي العضل. نعم. والعظم. نعم. وكمان نفس الشيء بالنادي الجيش من اولته يعني. اي والله، احنا نادي الجيش بنوجه تحية كبيرة للواء ياسر شاهين والعميد محسن اللي حكى مين اخر شيء، قال انه قواعد منيحة بنادي الجيش، هو بيدعمنا بكل شيء وما بينقص عنا كل شيء يعني. واحنا بنلعب باسم الجيش، ويعني اسم الجيش لحاله شغل كبير بكفي. صحيح، شو المشاركة القادمة بالنسبة لك ذو الفقار؟ ان شاء الله راح اسافر لبرا ان شاء الله. في هلا بطولة قريبة هيك بهالفترة عنا؟ ان شاء الله في بطولة شباب، هي البطولات كل فترة بتجي يعني، تتدرب انت بتكون متدرب بتجيك فجأة البطولة، ابي حدا خبره قبل. نعم. بتجي فجأة البطولة، كنت متدرب بتشارك، ما كنت متدرب ما بتشارك. من هون الانقطاع عن التمرين مشكلة لانه ايه. نعم. لا هلا صرنا نتدرب بشكل يومي. وكمان شو البطولة القادمة؟ في بطولة كمان قريبة عندنا، ايه، في شهر. بطولة اولمبياد ساخا بروسيا، هاي بالشهر السابع طالع. بالسابع يعني. بعد البطولات الضخمة ساخا يعني، اسم معروف في المملكة العربية، وان شاء الله برفع اسم سوريا برا ان شاء الله، وبرفع العلم السوري برا ان شاء الله. كم دولة بشاركة؟ عندك فكرة قديش رح يشاركوا؟ لا والله ما عندي فكرة، انه السماء انه بعيد البطولة، السماء باقي شهرين تحت. نعم. بس مشاركة عالمية ضخمة يعني، في دورة ساخة معروفة مشهورة يعني. أكيد. ودورة أتراو كمان اللي علاء وأحمد حققوا فيها ميداليات، أخذ نادي الجيش المركز الأول الثاني. الأول. نادي الجيش أخذ المركز الثاني في بالفوق في دورة أتراو. علي، أنت عم تدرس تربية رياضية. كلية تربية رياضية. شو كيف الرابط بين نظريا التربية الرياضية وعمليا الملاكمة؟ يعني شو بتاخذوا أنتوا حاليا بالتربية الرياضية؟ مناتهم بيكملوا على بعض. لما انا احيانا اذا غبت عن تمرين عم بكون انا هون بالكلية التربية الرياضية عم اتمرن، لانه عندنا محاضرات انه ركض انه لياقة انه شغلات هيك انه لها علاقة بالملاكمة مشان النفس. نعم. وبالنسبة لك ساعدك موضوع التفوق بالتفوق الرياضي، ساعدك بموضوع التربية الرياضية؟ لما اخذت بطولة جمهورية الناشئين ودخلت على الكلية اخذت جبت تفوق رياضي يعني الملاكمة هي ساعدتني لدخلتني الكلية التربية الرياضية. نعم. يعني هو مطلوب التفوق الرياضي لكل اللي رح يسجل تربية رياضية؟ كلية التربية الرياضية هي للرياضيين. نعم. يعني أنا مع التفوق الرياضي إلي الأولوية بالمقاعد اللي فيها. لهيك. حلو. وهيك بالسنوات القادمة إن شاء الله بتعمق أكثر بموضوع الملاكمة؟ أكيد، لأنه عندي على السنة الثالثة مادة لا اسمها الملاكمة. مادة كاملة اسمها الملاكمة؟ مادة كاملة الملاكمة. عندك انت فكره متوقع او حتى عند الشباب يعني فكره نوعا ما عن هذا الموضوع اكثر من باقي طلاب كليه التربيه الرياضيه؟ اكيد، يعني انا الاولويه فيها. والمشاركات القادمه شو هي ان شاء الله علي؟ في بطوله كاس السيد الرئيس. نعم. الشهر العاشر. نعم. ان شاء الله راح اشارك فيها
وجيب أول فيها. بطولة كأس السيد رئيس بالشهر العاشر. الشهر العاشر. نعم في زمن السيد في مجال. إيه في وقت لأتدرب فيه. صحيح. وخاصة مثل ما نعرف الكابتن حسين مدربكم. حسين ما بيخسر معنا بأي شيء. تطلعوا معه جري بالجبل فوق يعني أساس ليه كنت. معه مع أولاده كمان. معه مع أولاده. نعم. أنا بعتبركم بصراحة محظوظين إنه عندكم مجموعة من الأبطال موجودين يعني قدام عينكم إنه مجموعة من الأبطال بطل آسيا بطل عالم محمد. يعني هذا الموضوع حافز ضخم جدا للمتابعة. صح. أهلا وسهلا فيكم شرفتوا يا شباب وأنا بشكرك كابتن علي عربية. شكرا. بطل الجمهورية أهلا وسهلا فيك كمان الكابتن زلفقار شرفت أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك شهاب وبنوجه تحية لأخوك اللي نسينا ما ذكرناه الكابتن مضار كمان بطل الجمهورية قبلك. أهلا وسهلا فيكم شرفتوا. أهلا فيك. أهلا وسهلا. أما الشكر الأكبر فهو لكم مشاهدينا الأعزاء. نلتقيكم يوم الأحد القادم إن شاء الله